السائل الكريم سعيد من ألمانيا يقول: لدينا في البلاد التي فيها أقلية إسلامية وفي شأن غيرها من البلدان تقل ثقة بعض الشباب حديثي الالتزام بالإسلام أو حديثي الإسلام مع حماسهم، تقل ثقتهم في علماء الأمة الراسخين ممن أمضوا باعا طويلا وهم كبار السن يعني، فيطلب توجيها لهؤلاء الشباب وأيضا كيف التعامل معهم. النصيحة لأخي سعيد من ألمانيا، بالمناسبة شيخ الكريم سعيد يتجشم حقيقة نشرها المقاطع إلى الألمانية ويترجمها باللغة الألمانية، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها إخواننا هناك. فكيف توصي أخ سعيد وغيره من يتعاطى التعامل مع هؤلاء الشباب أن يعني يردوهم إلى الرشد، إلى قبول الحق على الأقل بدليله بحجته الشرعية، ويطرح عنهم جانبا هذا ربما العتو بأنفسهم أو حب المغامرة حتى في الشأن الإفتائي والتعامل مع بعض المسائل العصرية؟ لو قدر أن شخصا معه الشهادة الابتدائية أخذ لافتة وكتب عليها الطبيب فلان الفلاني لا يعرف الدواء ويغضب الله أن تذهبوا إلى هذا الطبيب، هل مثل هذا مقبول؟ ما أظن يا شيخ، لا يقبل، لا يمكن، لا يقبل. وبالتالي إذا وجد عالم قد أفنى عمره في طلب العلم تعلما وتعليما وإقراء وتأليفا ونفع الله به الأمة في عصورها ودهر كثير، فحينئذ من جاءنا يشكك فيه كأنه يريد أن يقتلع الجبل العظيم، لا صحيح. يمكن مكانته في نفوسنا، الله. خصوصا أن من مقاصد الشرع رفع مكانة هؤلاء العلماء، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والذين لا يعلمون. والنصوص في هذا كثيرة متعددة، ولذلك من مقاصد الشرع أن نرجع إلى هؤلاء العلماء وأن نصدر عن فتاواهم واجتهاداتهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطون؟ أي يستخرجون الأحكام من الأدلة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لتركتم العلم واتبعتم الشيطان. ومن هنا جاءت النصوص بتفضيل العلماء على غيرهم من أفراد أهل الطاعات والعبادات، فعالم ينام من بعد صلاة العشاء حتى قبيل أذان الفجر خير من ذلك العابد الذي يصلي طول ليله، فإن هذا العالم القائم بعلمه يقي الله عز وجل به الأمة من شرور كثيرة، سواء في سلوكها أو في أفعالها أو في حججها أو في كلامها أو في غير ذلك من أنواع الكلام. وبالتالي يجب علينا أن نحفظ للعلماء مكانتهم وأن ننزلهم في المكان اللائق بهم، كيف والله عز وجل قد رفع شأنهم، ولذلك كان يستشهد بالملائكة على المطالب العظيمة، ومن أعظمها إثبات الألوهية لله عز وجل، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم يشهدون لله بالتوحيد والعبودية. عندما تصدر الفتوى من العالم لا توافق هوى الشاب، ينبغي بالشاب أن يترك هواه وأن يأخذ بقول العالم، كما فعل الصحابة في صلح الحديبية عندما اعترض بعضهم
وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ أليس أليس؟ ثم قال نعم. قال على ما نعطي الدنية في ديننا؟ فمثل هذا أخطأ لكونه قد اعترض على حكم شرعي. وهكذا أولئك الذين لا يعرفون بواطن الأمور. وعندما يوجد من علماء الأمة من له مواقف لا ترضي الشاب فنقول هذا العالم لا يريد إرضاءك، وإرضاؤك ليس من دائرة اهتمامه، كما أن إرضاء الولاة ليس من دائرة اهتمامه، دائرة اهتمامه في إرضاء رب العزة والجلال. ومن هنا هذه المواقف الجزئية التي تحكى لكم ينبغي أن تعرفوا أن منها ما هو كذب وليس من الصدق في شيء، وهناك أشياء تزويرية تزور على العلماء، تزور على العلماء إما بالكذب عليهم أو بأخذ صورة لهم ووضعها في غير سياقها. كيف يتثبت؟ أو هل هو ملزوم ملزم بالتثبت؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يقبل كلمة ولا أن يبني عليها حكما إلا بعد أن يتأكد من أن مصدرها ثقة. وأما مصدر مجهول لا يعرف ما هو ولا يدرى لا يجوز أن نعتمد على مثل مقالته، خصوصا إذا تكلم فيه ورثة الأنبياء الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بأي صنف من أصناف العبادة، رجل صوام للليل، صوام للنهار، قوام في الليل، يجاهد في سبيل الله، كل هذه عبادات لا يمكن أن يصل بها الإنسان إلى درجة العالم. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يعتمد على مثل هذه المواقع المجهولة، ولا وبالتالي يجب عليه أن لا يأخذ العلم إلا من أهله، ولا يأخذ المعلومة إلا من يعرف هذه المعلومة عمن صدرت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين. انتبه انتبه. إذا عادت الثقة في علماء الأمة وهي إن شاء الله موجودة، فحينئذ يستفيد الناس من علمهم ويأخذون من فتاواهم ويكونون من أسباب الخير والهدى للناس، ويؤثروا أو ينفع الله عز وجل بهم في المجتمعات التي يفدون إليها. وحينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذا الدين يبعث الله له من يجدده في كل عام، وتجديد الدين من أعظم مقوماته أن يكون الإنسان على علم، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو، يدعوهم بماذا؟ يدعو إلى ماذا؟ لابد أن يكون هناك علم، لابد أن يكون هناك علم يتمكن به من دعوة الآخرين إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، يعني على علم وهدى تبين به حال الخلق. بالتالي مثل هذه التشكيكات لا يجوز أن نلتفت إليها، ولا يجوز لأحد أن ينشرها، لأنه حينئذ يعين على الباطل. وكذلك لا يجوز أن يصدقها الإنسان أو أن يبثها أو أن يناقشها إلا على جهة الرد الإجمالي لها. نعم، هذا خلاصة ما يتعلق.